طب يا جماعه نطلع تقرير ونرجع تاني عقبال ما نلم الليله. حنبقولنا اسكتي يا ام حنبقولنا. حنبقولنا اطلع يلا نطلع تقرير سريع سريع. اطلع تقرير لا يا حنبقولنا. ايه يا مارلي الموضع عالي يا مارلي وانت واقف على الشط ده كلام ما حدش بيفهمه غير الاعلاميين. وانا فاهم توكس حلو الستايل خارج شعرك. فكل يوم جمعه يعني بروح عند واحد اسمه ارفص. انت انهي نوع من انواع الناس اللي بتعدي الشارع؟ ما بعدي الشارع. ايه بتطير؟ لا كده لا ولا قاعد قاعد ده انا اليوم كله هنا. ممكن اكون هجام اللي هو عارف انت الطريق شغال تعدي برضه في نص كده انت فاهم وزي ما تيجي تيجي. انا كائن طاير في زي الاشباح بالظبط. يا مت يا عديت بعدي كده اللي هو اجباري بقى هو لازم يقف لي مش هستنى. بلطجة اللي هو بتحس ان انا بنتحر. ده انا كاتب لي عمر جديد الحمد لله لو وصلنا انت فاهم. ما بعديش طريق لوحدي اصلا لازم تبقى معايا حد. مالك هبه في ايه؟ النبي عديني والنبي عديني لو سمحت. لو في عربيات كتير بستنى حد يعدي واروح معديه معاه. والحد ده لازم يمسك ايدك ولا؟ لا عادي هو يعدي كده وانا جنبيه. لا حاسس فضلي فضلي عامله كده يبقى افضل واقف كده. ولو لقيت حد مثلا بيعدي الشارع باخد حزه جنبه اروح داخل بقى ومسكت سبارتا بقى ترن في ودني واو سبارتا واروح معدي ببقى باصص في عين السواق اللي هو سايق العربيه. مساء الخير مساء الخير. لا الناس اللي بتخاف تطلع تجري دي بس اللي هي العروسه اللي هي بتبقى كده وبعد انا بقى انا بعدي انا بعدي انا هو بعدي. دلوقتي عندك عربيه وبتركنها تحت بيتكم وده المكان بتاع عربيتك تمام وخايف عليه يتاخد هتعمل ايه عشان ما حدش ياخده؟ والله يا اما اعمل بتاع زوريه زرع زوريه زرع يا اما قفص يا اما بقى لو انا بقى غني معايا فلوس اجيب اللي هي الحديده اللي بتعمل بقفل في الارض احط حجر او احط حديد واقفله تطلع بدور كمان. لا ده مكان بتاعي. اطلع بدور والله حديدتين كده وسلسله ودي عربي ده مكان عربي سلسله سلسله. ممكن اكتب على الباب ده جراج جرج خاص جرج خاص كلب رد رد كلب رد 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 كلب رد هو اسمه ايه كامل لا ما بقولش كامل خلاص انا مش هجيب رد انا هجيب كلب جولد حط ده في البيت جولد يا هو يا رد يا جولد يا جولد يا بيتبول في حديد كده خازوق خازوق كده بيبقى واقف هو انا اللي هحطه ولا تخلي ماما تبص لك على الركنه لحد ما تيجي واي حد يعدي دي ركنه هبه يا ابني ولا دي ركنه هبه يلا اطلع يلا خد لك يلا مرشرير. يعني انا شايفه ان الشارع ما بقاش ملكيه عامه بقى ملكيه خاصه كل واحد عايز ياخد مكان في الشارع اللي هو رصيف عمومي لكل الناس ويحجز مكانه ويحط ما احنا بنتكلم في 360 عربيه في العماره بنتكلم الشارع فيه 3000 عربيه ايوه ماشي اوكي انت جيت بياكلوا بعض على الاماكن انت جيت لقيت مكان كان بيها اركن ما لقيتش مكان خلاص دور على ركنه ان شاء الله في الشارع اللي بعده وتعالى ماشي لكن ما تحجزش مكانك. عايزه اقول لا ما هو هنا يظهر بقى السايس يا بيه انا ممكن الركنه دي اخليها لك لما ترجع انت راجع الساعه طيب ما هو ايوه اغمزني وامسح لك عربيه لا وبيدوا لهم هي شهريه السايس ده المهم ان هو ما اخترعش اختراع ده هو حجز له المكان وكده كده الشارع بيغلي برضه السايس ده يعني السايس ما عملش حاجه ابو سمبول هو ده اللي راح شارع قصر النيل عشان يشتري حاجات واول ما الاشاره تفتح يقوم هو معدي هو ده ابو حنبقول لك بس